مرحبا بك زهير. معنا اليوم احنا شفنا انه الحكم الاخير للقضيه ديال كنزة. انت كنتي من احد الشهود، كيفاش جاك الحكم؟ احنا كنحتارموا القرار ديال المحكمه وكنحتارموا الحكم اللي صدر في حق الاطراف بجوج، يعني المشغله 3 سنوات مع غرامه ماليه قدرها 90,000 درهم، ومع المشغل سنتين نافذه مع غرامه 60,000 درهم. يعني مازال كاين استئناف المحامي ديال الدفاع بحق المدني الاستاذ نعيمي، غيطالب بالاستئناف وغيطالب يعني يطعن في هذا الملف هذا. وكيف ما كتعرفوا القضيه ديال الاخت كنزه ولات راي عام وتعاطفوا مع المغاربه كاملين، وكل شيء كان كيتسنى حكم يعني اكثر من هذا، ولكن حنا كنحترموا قرار ديال المحكمه وكنحترموا السيد الرئيس والنيابه العامه، ولهم جزيل الشكر اللي درسوا هذا الملف مزيان وعطوا لكل واحد الحق ديالو. زهير، كنشوف انه المحامي المتهمه قال بانه يعني النهار اللي شفتي اول مره في الطاكسي باش ركبات معك ما كانش فيها، ما لاحظتيش فيها واحد الضرب، حتى قطعتي لها التيكيت التران عاد لاحظتي واحد الضرب، خدا هذه يعني كدليل رجعوا لي هوايا. نعم، سؤال مهم. في جميع التصريحات اللي كنقول، في جميع اللقاءات الصحفيه كنقول بان البنت انا ملي ركبت معايا ما شفتهاش مضروبه، كنقول بانني راه ما شفتهاش مضروبه بحكم ركبت معايا في طاكسي اللور، يعني في الخلف ديال الطاكسي كاينين يعني كاينين 6 مقاعد، اللور ما بانش ليا بحكم كان شويه الظلام في الطاكسي عندي انا، ما كان الضوء كان النهار، بحكم الطاكسي انا عندي مظلم ما شفتش الاثار ديال الضرب. منين نزلات وقطعت ليها عاد باش كيتبين لي عندها انتفاخ هنا في الانف ديالها وعندها الزروقيه، وعاد باش كشفت لي على الايد ديالها مضروبه مرسه والودن ديالها، هادشي ما شفتوش انا في الاول. نعم، هذا هو اللي طعن فيه الاستاذ، وله كامل الاحترام باش يعطي البراءه، يقلب على البراءه ديال الطرف الاخر. ويعني المحكمه قالت الكلمه ديالها وكنحترموا القرار ديال السيد الرئيس. زهير، شفنا المتهمين يعني بدموع كيقولوا بانهم هما مظلومين وانه كنزة تعدات عليهم وكانت باغا غير يعني غير زعما الفلوس، انت كنت قريب منها، واش لاحظتي هذا الشيء؟ نكذبش عليك، انا ما عندي حتى شي علاقه بالحكم بالوسط العائلي الداخل، كيف كنقولها ديما، ما عندي علاقه واش كانت تبغي غير الفلوس واش كانت كتعنف في الدار. انا كنقولها لهم ديما بانني انا ماشي طرف في هذه القضيه، وما عمرني شفت انا البنت كتعنف. شهدت بان البنت ملي خرجات كانت مضروبه في الودن ديالها، كانت مضروبه في اليد ديالها، شهدت قدام الرئيس بان ما كانت هزه معها حتى شي حاجه، ما كانتش كتبان عليها حاله السرقه. هذا الشيء اللي شهدت به قدام النيابه العامه وقدام السيد الرئيس اللي شفته بعيني، وكيبقى الحكم الكلمه الاخيره كتبقى للقضاء. ما يمكنش حنايا نشكو في يعني في هذا الحكم هذا. كنشكرهم بزاف على دراسه هذا الملف هذا، وكنتمنى من يعني من الاخوان والمغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، كاينين تفاصيل اللي ما يقدروش يعرفوها هما، المحكمه اللي كتعرف في الحيتيات، يعني السيد الرئيس والنيابه العامه هما اللي كيدرسوا الملف وكيعرفوا الحيتيات بحكم هذا الحكم هذا مده 3 سنوات وسنتين. يعني سقطوا بعض التهم اللي كانوا موجهه، سقطوا. هذا الشيء علاش تعطات هذا الشيء علاش تصدر في حقهم هذا الحكم هذا. توضيح للرأي العام بخصوص اليوم يعني كذا هو المشكل. زهير، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، كنشكر رجال الصحافة اللي تواصلت معهم أول خطرة، اللي مشكورين، كنتو مشكورين، كنتو سباقين في نقل الحدث والأخبار ديال الأخت كنزة ووصلتوا الصوت ديالها. وثاني حاجة كنشكر رجال الدرك اللي قاموا بواحد الواجب كبير وبحثوا في هذا الملف هذا، وكنشكر أستاذ نعيمي، وكنشكر أستاذ رشيد شرقاب، وكنشكر الأخ يوسف، وكنشكر جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن اللي تضامنوا مع هذه الأخت كنزة ويعني تعاطفوا معها وعطاوها واحد الدعم معنوي ودعم مادي اللي كان كيوصلها. هذا الشيء ما ننكروش،
والمغاربه يعني بقى فيهم الروح ديال التمغربيت، وبقى يعني كنلمس فيهم الطيبوبه. وانا بعد بلا ما قلت انا مازال الخير قدام، مازال اي واحد تعرض للعنف، تعرض للتعذيب، تعرض يعني غادي يحتاج مساعده، غادي نوقف جا في طريقي، غادي نوقف معاه، سواء مراه سواء راجل سواء دري كبير صغير، غادي نوقف معاه، وغادي يعني غادي نوقف بنفس الاحساس، بنفس المعامله اللي تعاملت مع الاخت كنزه اكثر. زهير، شفنا انه كنزه ما خرجتش بالتصريح، وانت كنت يعني داخل اصدار الحكم كنت معنا تقريبا، ولا ربما انك شفتي التعابير ديالها، كيفاش عبرات كنزه على هذا الحكم؟ ما بحكم انا شفت الاخت كنزه في داخل القاعه دابا، ولكن ملي كنت خارج ما شفتهاش، ركبت في الطوموبيل مع حكم العياء من الصباح حتى لدابا الله يحسن العوان. ما نقدرش نقول لك واش يعني الحكم، احنا كنحترموا القضاء، عندنا الثقه في القضاء، يعني كنحترموا اي قرار خذته المحكمه، سواء البراءه سواء الحكم، كنحترموا القضاء وجميع الاجهزه الامنيه، يعني ما كنشكوش في شي حاجه. غير هو البنت كنزه تعرضت للاعتداء، الضرب والجرح والعنف، يعني كتبقى المساله كتخصها هي، واش راضيه ولا ما راضيهش، هذا كيبقى كيخصها هي. وحنا عندنا الثقه كامله في القضاء، وكنشكروه القضاء على هاد يعني هاد الوقت كامل، وعلى الدراسه ديال هاد الملف هذا، لهم جزيل الشكر صراحة، والمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن كنشكرهم كاملين على الوقفه اللي وقفوا مع الاخت كنزه. زهير، كلمه اخيره. كلمه اخيره، كنشكر رجال الصحافه اللي تواصلت معهم اول خطره، اللي مشكورين، كنتو مشكورين، كنتو سباقين في نقل الحدث والاخبار ديال الاخت كنزه، ووصلتوا الصوت ديالها. وثاني حاجه كنشكر رجال الدرك اللي قاموا بواحد الواجب كبير وبحثوا في هذا الملف هذا، وكنشكر استاذ نعيمي، وكنشكر استاذ رشيد شرقاب، وكنشكر الاخ يوسف، وكنشكر جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن اللي تضامنوا مع هذه الاخت كنزه، ويعني تعاطفوا معها وعطاوها واحد الدعم معنوي ودعم مادي اللي كان كيوصلها، هذا الشيء ما ننكروش. والمغاربه يعني بقى فيهم الروح ديال التمغربيت، وبقى يعني كنلمس فيهم الطيبوبه. وانا بعد بلا ما قلت انا مازال الخير قدام، مازال اي واحد تعرض للعنف، تعرض للتعذيب، تعرض يعني غادي يحتاج مساعده، غادي نوقف جا في طريقي، غادي نوقف معاه، سواء مراه سواء راجل سواء دري كبير صغير، غادي نوقف معاه، وغادي يعني غادي نوقف بنفس الاحساس، بنفس المعامله اللي تعاملت مع الاخت كنزه اكثر. زهير، شفنا انه كنزه ما خرجتش بالتصريح، وانت كنت يعني داخل اصدار الحكم كنت معنا تقريبا، ولا ربما انك شفتي التعابير ديالها، كيفاش عبرات كنزه على هذا الحكم؟ ما بحكم انا شفت الاخت كنزه في داخل القاعه دابا، ولكن ملي كنت خارج ما شفتهاش، ركبت في الطوموبيل مع حكم العياء من الصباح حتى لدابا الله يحسن العوان. ما نقدرش نقول لك واش يعني الحكم، احنا كنحترموا القضاء، عندنا الثقه في القضاء، يعني كنحترموا اي قرار خذته المحكمه، سواء البراءه سواء الحكم، كنحترموا القضاء وجميع الاجهزه الامنيه، يعني ما كنشكوش في شي حاجه. غير هو البنت كنزه تعرضت للاعتداء، الضرب والجرح والعنف، يعني كتبقى المساله كتخصها هي، واش راضيه ولا ما راضيهش، هذا كيبقى كيخصها هي. وحنا عندنا الثقه كامله في القضاء، وكنشكروه القضاء على هاد يعني هاد الوقت كامل، وعلى الدراسه ديال هاد الملف هذا، لهم جزيل الشكر صراحه. والمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن كنشكرهم كاملين على الوقفه اللي وقفوا مع الاخت كنزه. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.